هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مستمعينا الكرام، الرجويات والرجويين، اصدقاء بودكاست البيرجيكو، كنرحبوا بكم البودكاست ديال هاد الاسبوع واللي غنتكلموا فيه على بزاف ديال الحوايج اللي كتخص فريق الرجاء الرياضي. بدايه ترحيب بيوسف الشاني، مرحبا. تحيه لك منير. مهدي الزكراوي، اهلا وسهلا. اهلا خويا منير. فاضل عبد اللهوي، اهلا منير. الحمد لله. كنا بغينا نبداو هذا البودكاست على ايقاع، نهضروا على الرباح اللي كان في الجيري، ولكن غادي نبداو على ايقاع ما لاعبينش. كيفاش جاتكم لا ديسيزيون ديال فريق الرجاء البيضاوي انه غيقطع المباراه ديال فريق الدفاع الحسني الجديد اللي كانت مبرمجه نهار 3/7؟ نبدا انا. تفضل. انا بالنسبه لي، شوف، انا بالنسبه لي انا الى رجعنا يعني فهمتي لا كرونولوجي سي كو الربعاء لو 4 ديسمبر كانت القرعه، كلشي كان كلشي سينا البي في ما مد تصدق العلاوي ديال لا ليغ، باسكو سنات الرجاء، سنات الاتحاد العربي وسنات الجامعه، كوم كوا راه لو ماتش غادي تلعب ديال سميتو سنات الجامعه ياك. سنات الجامعه، سنات الجامعه في شخص هذا الناس خصهم يعرفوه، هذا سي دي في ريال. انا ما غاديش نقول لك واش شوي بور ولا كونتر. سنات كوم كوا، لا اسمح لي حيت بغيت نجبد شويه ديال الصداع. الجامعه ملي سنات اذا انت معترف بهذه المنافسه وداك الشيء. لا 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 صافي، لا قدمتي بان توي لا اي تو كونفيرم، يعني راه لي كلوب ديالك راه مشاركين، راه مشاركين، راه كان مشاركه في التلويد. السلام عليكم. قالوا بان فوالا ها لا دات ديال 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 موليه الجي وها الرتور، كيف ما كان الحال، لان سي تري امبورطون هاد لو ديتا، كيف ما كان الحال ديال واش غيدوزوا العراق او لا غدوز الجزائر. جا داك الماتش ديال جو مغابيل بلو 14 لو 15 لا ديال البينالتيات اللي كيديهم الريح لو 26 لو 16 لا سيتي لو 16 سيتي لو 15 لو 16 ديسمبر سيتي لو 15 ديسمبر لو 16 ديسمبر جو مغابيل بيان لو 15 ديسمبر بينالتيات ولي داز فيه المولوديه الجزائر ديال البرد داز فيه المولوديه اون فوا داز فيه البرد لو 16 و لو 17 الرجاء كاس كيلا في ساشون كو هي قرات لا لوا ا ساغيز ان حنا عندنا الحق يتسجل الماتش اجي حنا اللي غنرجعوا للمغرب غنلعبوا السبت مع المولوديه والجمعه مع القبيل نبقاو تماك اي اون فا دوموندي لو ريبور ماشي اون فا دوموندي باسكو ديك ساعه لو 16 لو 17 حتى شي واحد ما فراسو بان الماتش ديال الرجاء الجديده يدار لو 7 جانفي داروا لا لوجيستيك ديالهم طق 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 لو 20 كيخرج البروغرام غتلعبوا الثلاث مع الفتح اي لو 7 جانفي مع ما ما ولكن يوسف قال راه تبرمج الماتش ديال الجديده قبل ما يتعرف شكون اللي تكاليف واش المولوديه ولا لا 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 ولا القوه الجويه لو 20 لو 20 شوف انا هادشي اللي عندي لا شوف انا نقول لك انا نقول لك الماتش ديال المولوديه والعراق تلعب لو 16 والبروغرام خرج لو 20 خرج لو 20 الوغ جو في كونتينيو انا خرجت الوقت هو انه لو 20 قالوا لهم 3 الفوس 7 جانفي الجديده لو 21 الرجاء كتجاوب كتقول ما ودي انا لو 7 راه اون بو با جوي باسكو اون ا بري نو ديسپوزيسيون وزيدون هاد القضيه اللي كنا نهضروا اوف مع فاضل 76 ساعه 48 يوم 48 سنه قلنا حنا عندنا الحق اننا ما نلعبوش لو ماتش اي اون دوموند لا لو ريبور لا ريبونس ما غاديش حتى لو 24 اوفيسيلمون باسكو خرج هذا كوم كوا راه اون بو با فير لو ريبور دو ماتش بلي غيجي واحد الميل لا بواط ديال الرجاء كتقول لهم شوفو اون فو كونفي ا اون ريونيون باش نحاولوا نتذكروا نشوف. مشاو لا ريونيون نيس محفوظ مشى يمكن ومشى الطنطاوي قال لهم بور لو ماج ديال لو فيس خاصكم راه 7 سوايع بركو بور لو ماج ديال لو فيس ما كاينش مشكل حنا اوني با كونتر تصلوا بالفيس الا بغاو يبغاو كي تصديك ساعه التليفون الو سي الحجوي بلاتي اخويا نتشاور مع الركراكي عطيوني ساعه جاوبهم لو فيس الي اوكي بار تليفون دونك كتبوا سو باسكو لي شتي le PV de la réunion fait sous réserve d'un écrit du FUS qui confirme. Le joueur dit OK, on joue le lundi parce que tchaouna ma Walid Regrag. Après le match jdida. Le match jdida, il m'a dit "Hna on n'est pas contre la ligue, mais vous devez absolument tchoufou match jdida la braw." Fadik la réunion qui a été le président de Smithou, le président de jdida a refusé. Il dit "Là, hna on joue." Hada qadi bda bizarre yak. لا ديالي الا بغيتي تاجل الماتش خاصك تشوف مع الفرقه الاخرى لا ما لا لا لي بيزار ماشي لي بيزار سي تي توجور كوم سا لا سي تي توجور كوم سا دابا انت tu as décidé انك دير ان ماتش اون دات خاص لاكور يكون ديال لي دو كلوب دابا انت اش كدير
كتبروغرامي ان ماتش اون دات وحده كتقول لك انا ما باغاش فهاد لو دات فهاد لا دات كتقول ليها سيري تفاهم مع الفرقه الاخرى لا راك انت اللي بروغراميتي الماتش فهاد لا دات كون جيتي الجديده وقلتي لها الماتش غيتلعب في فيفري ما تقولش لك جديده لا ندير واحد لا مازال ما وصلناش فاش حتى لو كومونيكي اللي خرج اللي خرج باسكو شحال من واحد كيقول لك حقا راسنا وباش يلعبوا راه سي تان بي في دو ريونيون الا سمحتي لي يوسف وهذاك سانونغاج با لو كلوب لي حنا غادي نرجعوا لهاد التفاصيل انا غير هضروا لي على لا ديسيزيون بعدا كلها لا مزيان مزيان يوسف يخلي لي هذاك الكونتيكست انا جاي غادي راني مازال نفصلو غير لا ديسيزيون مثلا انت اللي كتسمع بان الرجاء غيقاطع الماتش ديال منير الى عقلتي في البودكاست الاخر انا كنت قلت لك انا بالنسبه ليا من الاحسن الرجاء تلعب الا ما كان حتى بروبليم لوجيستيك شي اللي قلنا فلو قلت لك ان ديبلاسمون لالجيري ولا دو ديبلاسمون لالجيري في لا كومبيتيتيف لو زعما لي كومبيتيسيون اللي فيها الكلوب وفي لو بروغرام قلت لك الا ما كانش ان بروبليم لوجيستيك من الاحسن راه تلعب ولكن ملي كتجي تشوف هاد الشيء اللي نايض وهاد الشيء اللي دايرين هاد الناس ديال العصبه كتقول بان هاد لا ريفليكسيون غادا تكون كون كنا خدامين مع 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 في ان سيستيم اللي نقي في ان سيستيم اللي ترونسبارون شفاف سكي ني با لكا كيبان لك بان اي شي سيستيم اللي ما كانش فيه صوابق اي حاجه جيتي شي ارغومون اللي غيخلي بان الرجاء خصها تلعب كتلقاه مرون دونك كتقول كبر هاد الصغار الناس الكوميتي سي سانسور انا جو بونس كي سانسور بان قانونيا راه عندهم الحق انهم ما يلعبوش يطلبوا لو ريبور يطلبوا لو ريبور وانا جو سوي داكور بانهم ما يمشيوش يلعبوا في جديده لان هاد الناس هادشي اللي ولا خصنا نديرو معاهم طبقوا القانون فاضل انا غادي نبقى في القانون القانون اش كيقول 72 ساعه 3 ايام هاد القانون الا خديتيه راه الرجاء عندها الحق انها ما تلعبش هاد الماتش ما خصهاش توصل كاع العصبه انها تبروغرامي داك الماتش الا القانون ما محتارمش اش كيقولوا الرجاويين دابا هادي بزاف ديال الشهوره اش كيقولوا كاع الا جيتي تشوف شنو بغاو يقولوا الرجاويين للمنظومه الكرويه في المغرب كيقولوا بلي هذيك العصبه فاشله عندنا عصبه في المغرب فاشله فيها ناس ما متمكنينش من المسائل ديالهم ما متمكنينش من القضايا اللي كيصيروا امثله بماتشات اللي تبرمجات شي حوايج اللي ماشي هي هذيك وكذا وكذا ما بني على باطل البطوله كانت خصها تبدا في اوت ما كانش خصها تبدا في سبتمبر علاش بديناها في سبتمبر ولا كاع في الاخر ديال سبتمبر نص ديال سبتمبر علاش حيت كانت العصبه مشغوله مع الطاس حيت العصبه مشغوله مع الطاس مع واحد الفريق اللي رونها دونك حنايا علاش بغيتينا حنا الرجاء وطنجة وتطوان والجديده نخلصوا على واحد الفلطه اللي دارت بعدا النهار الاول هذه هي الاولى ثانيا الفشل في جميع واش صاحبي واحد المراسله فيها كلمه واحده مهمه كلمه غلطتي فيها انا كنقول ما غلطتش انا بالنسبه لي الكلمه اهم كلمه كاينه في هذيك المراسله خود داك المراسله فيها 800 كلمه واحده مهمه غلطتي فيها ما غلطوش فاضل انا والله الا جو سوي سير كيسحبوا في فيفري يناير انا بغا الغلطه اللي كنعرف يناير تولي ينابر ولا يا باير ماشي يناير تولي فبراير راه شي حاجه دونك اش كيقولوا الرجاويين كيقولوا هذا الفشل بركه منو نقول لكم من جاي هذا الفشل الناس وتزادت هذه على الكومونيكي ديال العقوبه ديال دويك السيمانه اللي دازت وتجي باش تعرف الناس ماشي متمكنين تجيو في الاخر ترد كل شيء للكتيبه وشكون اللي كيكونترولي هاد الورقه واش اي واحد دابا كيسني ورقه في وقت حساس وفي كلمه مهمه وتجي وتقول لي الكتيبه هاد الكتيبه هضره خاويه انا كنقول لك الفشل في جميع وهاد الفشل هذا زيد عليه ان كاين داك لو كونفلي دانتيغي اللي بين ان فرقه اللي كتنافس على بزاف د الحوايج الرئيس ديالها هو الرئيس ديال العصبه كيكون انسان مزيان ولا ماشي انسان ماشي مزيان النوايا غادي تكون حاضره لا فوقاش ما شي حاجه ما عجباتكش غتقول كاين لو كونفلي دانت راه كيما قلت لك كاع لي زارغومون يبداو كيبانوا انا دونك لا باش نوصل شي كامل باش نوصل ان يمكن التصعيد هذا راه يمكن خصها تكون غير الحلقه الاولى ديال التصعيد حيت هذا الشيء خصو يتسالى خص الناصري
يستقل من المهام ديالو في العصبة. دابا ما كاينش حل آخر. وزيد حاجة أخرى، أنا متفق على أننا ما نلعبوش، مي ماشي ما نلعبوش والعصبة دير داكشي اللي في راسها ونسكتو. انا جيك لانه كاين هاد الا خدينا لا ديسيزيون باننا ما نلعبوش خصنا نمشيو حتى للاخره ديالها. سمحتي لي مهدي غير نكمل مع يوسف هذيك لا كرونولوجي اللي كان عطانا ديال حتى دوك لي انتربريتاسيون، باسكو دابا حنا اون انتربريت هاد لي لوا، كل واحد كيفاش كياخذ القرار، الراجل خدات قرار على حساب المفهوم ديالها ديال لا لوا. العصبه تاعي كتقرا كتقول لك لا القانون لا لوا اللي كتك على الراجل بور سا ديسيزيون ماشي هو اللي خصو يكون، ها اللي خصو يكون. دونك اي واحد اللي كتبقى بان واش مقابل معترف به من طرف الجميع، دونك ها القانون الا ما كانش معترف بها او ديك ساعه هما سي العصبه. لا كنقول اونتر بارونتيز باسكو الرجاء لو 26 الفا غتذكر بان كتعاود تطلب لو ريبور لو 26 ديسمبر. Alors, elle redemande le report. Je dis à Nes, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous avons pris nos dispositions. 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 Mais l'OSBA, c'est un idéaliste qui est bon, ça n'engage que moi. Nous avons pris nos dispositions. Nous avons pris nos dispositions. Nous avons pris nos dispositions. ça prouve ce que ça prouve بالنسبه لي انا. بلاتي بدا الجواب لو 6 عاش من وقت حيت راه واحد جواب لو 6 في فيفري. لا لا ميزا بار ميزا بار هذه نسيت هذه القضيه ديال فاش خرجت لو 7 فيفري وعاود باسكو لو 7 فيفري بون سي سور كو واش غلطوا ما غلطوش باسكو لو 9 الرجاء فيفري لعب لو روتور. دونك في ظل هادشي كله زعما كيضعف الموقف ديال العصبه، لان على الاقل كتبوا لك لو 26 tu réponds le 27 et tu sois catégorique et tu tranches قول سيدي حنا غادي تلعبي لو 7 جانفي. انا غادي نجي نفصل معكم في ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه كاينه المعركه الرياضيه. دابا مشات الجوريديك دابا سالينا ما بقاش الرياضي. بغيت نبقى انا في المعركه الرياضيه ومن بعد ندوزوا للمعركه القانونيه. رياضيا نتوما واش ما كتشوفوا بانه الرجاء كان ممكن انه يتلعب الماتش ديال الجداء وما كانش ممكن يتلعب سواء بليكيب بروميير ولا بلاسبوار ولا بليكيب هو راه بغيتي تسمح لي فاضل نسيت واحد البتي ديتاي سي كو او ديبار فاش اتفقوا في هذاك في لا ريونيون اتفقوا يحولوا من لو 7 لو 14 لو 7 لو 14 جانفي قالوا لهم اوكي حولوه لو 14 جانفي مي ا كونديسيون جديدة توافق جديدة ما وافقتش فهمتي هذا بور فينير هاد لا كرونولوجي اما كون جديدة وافقت تلعب لو 14 جانفي شوز كو انا ما كنقولش الا توت ا في ريزون دو فوار سي زانتيغ. دابا غنرجع للسؤال ديالي لو واللي قلت لك دابا كل لجنه من الاول دارت الماتش لو 14 جونفي كل عصبه من الاول جات وقالت له ياك دابا لو 14 جونفي يمكن العصبه شافت حيت كاين اراء كتقول بان العصبه شافت قالت بون الراجا في الجزائر شحال ساعتين ساعه ونص ديال الطياره بحال قلتي العيون كازا قال يمكن ترجع ولكن ديبلاسمون لتيزي وزو ماشي هو ديبلاسمون لارج. لا سي سور دابا غير هاد الناس لا كونسيديري دونك دابا غنرجعوا لواحد الهضره اللي قلنا في الاول في البودكاست الاولي. دونك هاد الناس كيبروغراميو لي ماتش ما يتشاوروا مع الفراقي حيت انا وداروا اسمح لي كتاتي كدو كنرجع للسينتا ديالي هو انه داروا ان بروجي دو بروغرام هي دي اللي خرجوا فيها لو 14 جانفي اون اتوندون فاش شافوا الفتح وافقت من 3 2 وداروا ان بروجي ديال يديروا لو ماتش ديال الرجاء مع جديده لو 14 جانفي هنا فاش قالوا لهم ولكن خصكم تلتزموا معنا بان في لو 15 فيفري تساليوا كل شيء المؤجلات ولا لي سالي ورا ما يبقى والو الرجاء اللي تي داكور اللي تي داكور لا ولكن اسمح لي اسمح انا دابا البروغرام دابا البروغرام عامر ماشي فين بلا هذا الماتش بروغرام عامر ا كونديسيون ك جديده توافق نسولك واحد السؤال جديده ما وافق دابا حنا نهضروا تيراتير هاد السيد دابا اللي كي بروغرامي جا وصل الماتش ديال الرجاء جديد قال في بالو هاد الماتش غيقدر يكون يا لو 7 لو 14 واحد اللي كيريزوني كيفكر واحد شويه اش غادي يقول غادي يقول هاد الماتش شكون اللي عندهم لي كونترانت الرجاء علاش حيت هما اللي كيلعبوا ليكستير اجي نعيطوا لهاد الناس نشوفوهم الو السلام عليكم الرجاء الرجاء ديجا طلبات لا دابا هادشي قبل ما يخرج البروغرام وقبل ما سبروغرامي اسيدي لا حيت لا مي انتر 17 و 20 حتى واحد ما طلب حتى شي دابا اسمعني نكمل لك دابا هذا اللي كي بروغرامي كيصاوب البروغرام وصل الماتش ديال الرجاء جديده خصو فيني بروغرامي باقي دابا ما دار والو باقي ما خرج لا كومونيكي لا والو قول لي اشنو لي كونسيدراسيون كيف قال في بالو هذا الماتش يقدر يتلعب يا لو 7 لو 14 لي بارامتر ديالك شكون هما الناس اللي عندهم لي كونتر شكون غيكون عندهم مشكل الرجاء حيت الرجاء هي اللي عندها لي ماتش على الاكستيريور واجي نعيطوا لهاد الناس الو الله السلام عليكم الرجاء الماتش ديالكم مع جديده
راه نقدروا العلوي يكون في دو دات يا لو 7 يا لو 14 غادي يجيو الرجاء يجلسوا لا راه هذيك السيمانه حنا غنمشيو للجزائر ديروا لو 14 ابري هذا الشيء كون السيد عيط لجيده وقال لهم راه الماتش ديالكم ديال الرجاء وجيده غيتبروغراما لو 14 ما غاتكون حتى هضره لا انا المشكل اللي عندي كبر منه في هذه الهضره اللي قلتها مهدي دابا انت عندك جيتي عند قررتي سبعة والرجاء قالت لك 14 دونك دابا عندك دو شوا ياك علاش ما نمشيش انايا عند نقول لو 14 ونمشي عند جديده تقول لي مثلا تقول لي جديده انا ما بغيتش لو 14 وسيرو تفاهموا مع الراجل علاش ما نديروهاش بلانفيرس علاش خط انا هذا الشيء اللي انايا انت سولتيني السؤال قبيله هذا الشيء اش غياثر على الرجاء ولا شي حاجه مازال وصلت انا غير باقي في الرياضي في نظركم واش كان ممكن ان الرجاء تلعب انا نجاوبك الرجاء كانت تقدر تلعب تلعب مزيان ايوا كاين في المعاملات الانسانيه كاين القانون وكاين نتفاهموا بواحد الطرق اللي تكون ما يكونش فيها الخواض ما يكونش فيها نوايا اللي اللور اللي احنا عارفين شنو هي هاد النوايا هي الاساءه لفريق الرجاء وما يكونش فيها لي الدراع عرقلت المسار الايجابي ديال كان كنا عارفين بلي كيف قال مهدي هاد الشيء نقي راه والله تتوصل للمفاهم مع الجديده واخا القانون معاك تقدر انت ما تمشيش مع القانون وتمشي مع هذا نسهل معاه وهذا ندير معاه وهذا نتفاهم معاه صافي دابا هنا النوايا ماشي حسنه كتفهم انت بلي هادشي كيحفروا لك هادشي بدا كيرجع علاش هادشي بدا كيرجع بان الناس كيبروغراميو ماتش بماتش حنا راه باقين في واحد واحد الدوله ولا واحد الجهاز اللي كيبروغرامي ماتش بماتش الناس راه كيخرجوا ايماجيني معايا ثاني نعاودوا نرجعوا ثاني للبروغراماسيون ملي دارت القرعه وتعرفات بان الرجاء عندها ماتش ديال لاكوب غاب وعندها ماتش ديال لاكوب دافريك بجوج الجزائر وهذاك السيد ماتش ديال لاكوب دافريك راه كان معروف هذيك الساعه على ديالو والسيد ديال البرمجه هذيك الساعه متمكن من راسو وقال هذيك لا سيمين راه صافي كريتيك راه هاد الناس ما يمكنش يلعبوا اجي نتفاهم معاهم من دابا اجي والرجاء هذيك لا سيمين غتقدروا تلعبوا داك السبت هذاك السبت غتقدروا تلعبوا سواء في العراق سواء في الجزائر الى العراق في مكه في مكة ولا في الجزائر الى جاكم الماتش ديال الجزائر واش تقدروا تلعبوا شي ماتش اون ميليو دو سيمين انا جو سوي سور كو سلامي تمشي عنده تقول لي شوف خاصك تكون عندك اون كونتينيتي دو ماتش يقول لك لعب ولكن اي سو بريبار على تي ساعه يقدر ديك الساعه تقدر يكونوا دوت سوليسيون تقدر تهضر مع المولوديه تقول لهم لعبوا الجمعه تلعب الجمعه مع المولوديه وتجي تلعب الثلاث مع الجديده وتمشي تلعب السبت مع 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 جي اس كا ولكن هادشي تبريبار على تي ساعه ماشي نتايا كتخليهم حتى الناس كيبريباريو وغنديروا لكم ماتش ثلاث ولا ما بغيتوش سيرو تفاهموا مع الجديده دابا اللي تخدم اللي عطى القرار اتخاذ المباراه ما كايناش الرجاء ما لعبش المباراه مع الدفاع الحسني الجديدي الا قلت لكم واش نتوما مع الموقف النضالي ديال الاحتجاج على هادشي اللي كتقوله مهدي وفاضيل وانه مثلا دوك الخلفيات ديال البرمجه وكذا واش بغيتي تحتج وأنك غتقطع المباراة أو أنك لا راه من حقي والقانون معايا وغادي نمشي مازال نتبع النقاط ديال الماتش حتى الرجاء راه كتبات باللي حنا كنحترموا المؤسسات والمؤسسات بالاحترام ديال المؤسسات على ديسبوزيسيون دو لا ليغ فيما ترى مناسبا من قرار واش حنا اش غنديروا الفوضى نديروا السيبة كاين راه القانون انا بان ليا انا ماشي اكسبير جوريديك زعما ما عنديش هاد الخبره في هاد المسائل القانونيه ولكن كيبان لي بلي راه الرجاء عندها بزاف ديال المسائل اللي تقدر تدافع فيها القانون هذا اللي كيبان مثلا الرجاويين راه في صالحهم يقدر مثلا العصبه كتفسروا بطريقه اخرى ولا انا راه الاختلاف نقطه اختلاف لي جوهريه بين الرجاء والعصبه هو انه العصبه كتعتمد على واحد لو باراغراف كي سابيل جو سي با نيميرو 3 الينيا ما سميتو باش تفرض هاد الماتش يتلعب والرجاء كتقول لك لا راه القانون اللي كتقولوا نتوما السي العصبه ماشي هي حنا القانون رقم واقيلا 21 اللي كيقول باللي كما قال فاضل ديال 3 ايام في مسابقه خارجيه وعندنا الحق انه الماتش يتاجل دونك هذه كما قلت لك ما غتبقاش معركه رياضيه تولي غير جوريديك خاص دابا الرجاء بون هي خدات القرار والتابعات ديالها غادي تحملها وخاص عاوتاني وما نساوش حتى الجمهور والمحبين للكل دابا ما نقولش لا بريسيون ما لعبيش يبقاو مساندين الفرقه
في اطار هاد في اطار هاد التبعات هادو لا هادشي لا لا ما ولكن بلا ما توصل الجمهور لا لا باسكو شوف هذيك ليموسيون ولا وحنا رانا ايه شوف الجمهور عارف سافا دوري عارف لو ريسك شنو هو سافا دوري je ne sais pas combien ça va durer la mchao parce que c'est sûr que l'osba gadit elle va réagir انا اللي نقول لك منير كيما قلت لك في الاول الرجاء خصها تمشي حتى الاخر الاخر اللي هو الطاس هذا راه دابا حق ديال الجمهور هذه النقطه اللي غتحيد ولا هذا الماتش اللي غيتانولا سكي بوتونسييلمون اون بارل دو 4 بوين اللي راه تقدر تضيع فيهم بيان سور الا عندنا الى الكوميتي وسيلكا الكوميتي بالنسبه ليه راه القانون في الصف ديالو خصها يمشيو للطاس فمشي حتى الاخر وانا نقول لك حاجه واحده الرجاء خصهم غير في السميه ديال الدوسي اللي غيديروا للطاس يديروا السميه ديال رئيس العصبه حيت الطاس الا شاف السميه ديال رئيس العصبه في شي دوسي غيعطينا الربح انا نقول ça c'est devenu de l'expérience غادي يربحهم ضموني خصهم يديروها وانا بصح كنهضر معاك بصح انت دابا كدير بصح وطاك لا والطاس غادي يجي ثاني ماشي كلاش واش دابا الطاس اللي جاتو نفس السميه ما غير يربح شنو دو غير ربحوا له دوسي هذا راه شفنا بزاف هذا هنا دابا شنو انا سمعت غتسمحوا لي هادشي اللي كنقول ما ضبطوش 100% ولكن انا اللي سمعت ان هاد الهضره قالت ان هاد العصبه ديال الابطال العرب ماشي منافسه معترف بها من الجامعه سمعت هاد الهضره هادي قالها ان مومبر اللي هو عادل تويجر قالها قال باللي نقدروا نقولوا هادشي على كاس افريقيا وسمعت بان كانت لا ريونيون ديال لو 25 هو بالقشور سمعت هادشي ياك قالوا ان الكاس كاس العرب غير منافسه غير رسميه المهم الله يهود انا ما مأكدش الله يهود مشتف مواقع التواصل الاجتماعي ان الناس كيقولوا راه ماشي رسميه داك الشيء 72 ساعه ما كايناش ولا شي علاش ما خصناش نعتمدوا على واحد لالوا اللي كتشوفها انا غير بغيتهم يكونفيرميو لنا هاد الهضره هادي اللي كنقول باللي هاد كاس اللي سميتها كاس محمد السادس ماشي رسميه راه ما يمكنش هاد القضيه هادي انا بغض بلا ما ندخل معاك انا في التسميه ديال انك تحمل اسم الملك ديال البلاد أبلت راه جامعه انا من غير هادشي كتونجاجي لي كلوب ديالها باش يشاركوا راه العصبه اجلات ماتشات هاد العام بسبب كاس العرب راه الماتش الرجاء والوداد في الكارد فينال دونك يمكن راه ما قالوهاش راه تلعبوا في لي ويكاند اذا تلعبوا في لي ويكاند راه ماتشات تاجلوا حيت ما يمكنش تقول دونك هاد الماتشات تاجلوا إذا انت بسبب كاس العرب دونك راه العصبه كتعترف بان كاس العرب نقدروا اجلوا على قبلوا دي ماتش دونك هذه الهضره خاويه الا قالها شي واحد راه ما فاهمش وكاين واحد الحاجه اخرى فاضل ومهدي راه حنا في المغرب راه حنا اللي احتضنا الاقصائيات الاولى ديال كاس العرب اللي لعبت في طنجه جديده وبرشيد والنهايه فين النهايه في الرباط اللي لعبت في طنجه واس فيه يمكن حنا ما فهمناش مزيان التويجر يمكن ماشي داكشي اللي كان بغى يقول يمكن لا انا الا كان عقلي نفعني ودنيا نافعيني راه داكشي اللي سمعت هو اللي قلت لكم انا هو اللي كاين حيت ما يمكنش يقول لا شوف واحد اللي طلعت حسن اون با اون تخربيقه بخي زعما في العصبه هاد الاخطاء زعما جاري بهم العمل وحنا مولفينهم ماشي نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم MDGS نربحو الرياضة عندي واحد السؤال بغيت نسولو لكم نتناقشو فيه شي شوية تكلمتوا على بزاف ديال الحوايج اللي كانت مصاحبه للنوايا ديال البرمجه وربما ما كاينش النقاه وكاين بزاف ديال الحوايج اللي من حق الجمهور ديال الرجاء انه يفهمها لانه كانت الا خديت معكم ندير واحد الكرونولوجي من العام اللي فات لانه كان واحد الماتش عاوتاني كان مبرمج مع تطوان مع المغرب التطواني واش نمشيو نلعبوا واش ما نلعبوش نفس العمليه الكوميتي تشاور عاوتاني مع البرلمان ديال الفريق مع المنخرطين وخرج القرار ان الفريق يمشي يلعب واش ما كتشوفش بانه هذيك ربما هذيك هي الاولى وتبعتها شي برمجه اللي ربما ما كانتش في المستوى هذا العام ثم هذا البراد فير اللي كان مؤخرا واش الرجاء دابا في الوضعيه ديال انها دخلت في واحد الصراع مع العصبه
او حتى مع لا فيدراسيون واش قادر الرجاء انها تبقى غدا في هذا الصراع هذا. اشوف انا كنهضر على لي شوز زعما سامبلومون، انا حقي غندافع عليه مع حتى شنو كونتر مع حتى شنو عصبة ولا فيدراسيون ولا انا جو مون فو، انا حقي ما يديوش ليا تو سامبلومون، سواء نكون باغي نعطيه ومقتنع بانني غادي نعطيه وعارف علاش بحال اللي قلت لك وما يديوش ليا، يقدر السلامي ديسيدي بانه يمشي يلعب في جديده ويبروغرامي داكشي على تساع وماشي مشكل، ولكن باش يجي واحد يفرض عليا هادشي لا، ورا غنرجع ونقولوا راه الراجه هادي لا سي او سي جوريديك سي جوريديك. واش غادي نبتعدوا على الذاتيه ونمشيو للموضوعيه كون سوا يعني اوبجيكتيف سي كو، واش الراجا وراه عند المحامين وعند الناس القارين واش ايزون بيان باسكو خاص باسكو جيماجين كيزون بريباري لو كو دابري باسكو علاش هما جوريديكمون اسكيزون لو دووا de يعني de s'appuyer على داك le هذاك الارتيكل 16 و 21 اه 16 و 21 اللي كيقول بان عندهم الحق الماتش يتروبورطا لو كي واش العصبه حتى هي واش عندها الحق ان تقول لا ما خصكش تمشي الارتيكل 16 و 21 ها اللي خصك تمشي دونك هنا فين كاين هنا فين كاين الصراع اللي ولا الصراع اش قلت لك ما اي ني بلوس سبورتيف اي فا دوفينير جوريديك سوف الى نعلو الشيطان بزاف على هاد نعل الشيطان قوينا ما نعل الشيطان لا لا بوغ ايسيي دو تروفي اون ايسيو لا اي فو تروفي اون ايسيو حيت علاش لا نقول لك واحد لا لوجيك لوجيك اش كتقول الرجاء ما تلعبش اليوم غادي موان زان 3-0 كاسك كو فا فيغ لو رجاء طاس هذاك الشيء باش نقول لك الوغ بوغ ايفيتي تو سا اي سي بلوز او موان مولين العقل يتجمعوا باسكو راه ميم اوزيل راه اتصل بالناصيري وقال لي واش يا بوسيبيليتي دو فير اون شوز زعما باش نتقادوا الامور لصقوا هما راه كلشي دابا كلشي لصقا فجديده ما بغاتش. انا عندي جوج النقاط، النقطه الاولى دابا الا شتي الوداديين الا شتيهم في داكشي اللي كيبوستيو كيقول لك حتى حنا الناصيري دابا خلق لنا مشكل انه رئيس العصبه ف لا بيرسبكتيف ديالهم ان الوداد معاه هو الرئيس باش ما يبينش باللي كاين انه كيدير الفرزيات كي كتبان داكشي في القرارات اللي كيتخادوا على الوداد دونك حتى هما هاد الهضره بدات كتخرج عند الوداديين باللي دابا السيد ما بغاو لا وداديين لا رجاويين علاش مخليه الا مخليه فسر لي علاش مخليه كلشي كيتشكى منه حتى الناس ديالو علاش مخليه دونك الا مخليه كاين يمكن شي اغراض اخرى اللي حنا ما عارفينهاش وفي جميع الحالات راه في لاسومبلي جينيرال ديال العصبه راه الفريق الوحيد اللي عبر على الموقف ديالو هو الرجاء ولكن اما الباقيين راه كلشي قابل هادشي اللي كتهضر عليه ولكن انا هاد القضيه نتاع كلشي قابل نفكروا فيها كلشي قابل علاش كلشي قابل واش هاد الجامعه فيها الراي الواحد لا لي كلوب فيها لي كلوب فيها لا لي كلوب والجامعه براسها وداك الشيء علاش الرجاء بوحدها واش الرجاء بوحدها اللي كتشكى من العصبه الا جيتي تفكر ها تطوان يلا كتبوا اليوم العام اللي فات شحال من واحد كتب اكادير واقيلا يمكن طلبوا تاجيل المباراه ولكن ملي كنوصلوا للقرارات ديال بصح كلشي كيسكت علاش كلشي كيسكت شكون مسكتهم شكون اللي مسكتهم هاد الناس كاملين دونك فهاد الحاله اللي كنفهم هو انه الرجاء هو الوحيد اللي وقف قدام هاد القرارات بالبرلمان ديالو بالكوميتي ديالو بالجمهور ديالو يعني كيدافع على فلان شحال من واحد قلتي لي قبيله الحسنيه الرئيس ديال الحسنيه راه سي تان مونبر في سمو راه حتى هو كان خصو يهضر على حق الفريق ديال الحسنيه هاد الرئيس الجديده مونبر فيدرال مونبر فيدرال زعما نساو القانون ونساو كلشي زعما الرجل غيكون ذكي زعما عنده شويه ديال الذكاء وعنده شويه ديال الفهم الا جيتي وقلتي له راه الجزائر وغنمشيو غنرجعو نعاود نمشيو هذا راه كان يقدر يقول حتى هو ما كاين حتى مشكل انا راه هادشي يمكن كان شي رد فعل على شي حاجه سابقه بلي هذا بلي هذا سي تان بلون بلو غران كاتشي اللي كنشوفو حنايا نتاع قرارات جديده وسير سول جديده ولا شي حاجه لانه هو راه غيكون راجل اللي يتفهم ان فرقه عندها مشاكل انا بغيت نهضر على نوت ديتاي منير اللي قال يوسف ديال حنا كاع الناس ما ميتريزاوش هاد لا لوا كاع واش كيسكون فا بيرد كاع بوين هو مشى
نقطع نخسروها ونخسروا شويه فلوس في الطاس ما نشوفوا هذا الشيء فين غيوصل. نزعزعوا شويه هذا نزعزعوا شويه هذا السيستم نشوفوا حتى هو سي ليميت. عفوا الناس علاش قادين عوال على البطوله دابا باش اللي كتشوف انا كنقول دابا اونتخو هذا الشيء اللي كتشوف واش بالنسبه لك البطوله غتاخذها امير الاصل الاصل راه ماشي هو واش الراجل لعبه لي كومبيتيسيون ولا واش الاصل عندنا في المشكل حنا عارفينه اونلاين بروغراماسيون نول الناس ما كيعرفوش يبروغراميو وهذا الشيء ماشي هذا العام وماشي العام اللي فات راه سنوات المشكل عندنا في المغرب الناس ما كيعرفوش يبروغراميو الوغ كو كاينين دي زيكزامبل غير حداهم غير ينقلوا منهم وزيد هضره اخرى هذا المشكل ثاني البروغراماسيون باش وقعوا هذاك الشهر اللي بشهر وطار هذاك ياك وكنخمو في الشان الفرق المتضررين وكنخمو في الشان كنخمو في الشان دابا كاس محمد السادس ماشي اوفيسيال والشان اوفيسيال او كاس محمد السادس كانت شحال هادي اوفيسيال هادي هادي ماشي اوفيسيال والشان اوفيسيال نخمو ليه ولا كوبارا ما نخموش ليها هادشي كله هاد المشاكل كامله الاصل ديالها ولا بروغراماسيون ما عندناش ناس كيعرفوا يبروغراميو نهار تبدا شي سيزون عارفين لا 30 جورني وقتها اش من ويكاند غتلعب ديك الساعه هضر معايا على شتي عرفت عرف على بريمير جورني لا 30 جورني على بريمير تعرف متى تبدا الجزائر شتي الجزائر وتونس عندهم برمجه احسن من ديالنا اون ساشون كما ما عندهمش الجزائر و تونسي كدير ديريكت لجميع الدول الافريقيه تقريبا ولكن حتى هما راه عندهم مشكل ديال المولوديه عندهم مشكل ما لعبوش الديربي وقيلا وراه حتى مشات مشات القضيه بعيد حيت قالوا لهم فرضوا عليهم انهم يلعبوا قالوا لهم لا حنا ما نلعبوا لا ولكن ما عندهمش السهولات اللي كسميتو التسهيلات اللي عندنا حنا وحده فيهم المولوديه ما لعبتش الديربي واخا هكاك حنا اللي مرونينها في هذه البرمجه كيف قال لك مهدي باش ما ينسيناش هاد ما لاعبينش ما تنسيناش ان فريق الرجاء رجاء بالرباح امام فريق مولوديه الجزائر في الجزائر في الذهاب ديال ربع النهائي ديال كاس محمد السادس للانديه العربيه نصحك غتقول ما تنسيناش الانتدابات صحيح كوش بلي واد الا ما دويش حيت واخا سيدي ندوي الفوز في قلب الجزائر هذا هو المشكله منير وما هاد انتصارات ربحتي في تمن نهايه كاس العرب ربحتي هذا الماتش وهذا راه الانتصارات كان كنا غير كنخسروا كان ما كان جديده قبلات وكان كلشي كون داروا في جوان كنخسرنا في تمن نهايه مع كون داروا في جوان في كاس العرب كان جديده تقول لك ندير مع فوقاش ما 14 لو 18 اللي بغيتي الفوز على نبدا بالمدي والاول حتى المهدي هو اللي واش خفتي نبدا نتشكالي المهدي غير حيد لك كاين الرباح وداك الشيء نقول لك كاين الرباح ما كرهناش 4 لواحد لا 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 ماشي تري بون تري بون ريزولطا هذه ما فيهاش نقاش يفو با اوبلي الماتش تقلب بالفار وتقلب بالحمراء وا حيت افون هادشي كنا اون ديفيكولتي علاش كنا خاسرين خاسر واحد دونك كنا اون ديفيكولتي لو ديفو ديال الرجاء عاوتاني بان لي بارزايغيان ولي بارزاغيتي اون جينيرال وجوج كواريجون متابعين الاولى حيد الزنيتي والثانيه تخشات هاد لو بروبليم كنا ديفونسيمون سي لان دي شونتي اللي سلام يخدم عليه مزيان هما اللي كانوا هاد لي دو بال اللي كانوا في الماتش كامل هذا سي ان اوتر بروبليم الا كانوا عندك دو بال ماركات فيهم وحده راه سي بروبليماتيك لا هو دابا شوف دابا مهدي مهدي هذا واش راه انتبهت انا ناقش معاه ماشي فاضي نقول لك اللي كاين نقول لك اللي كاين زعما وي ريزولطا مزيان مي كاينين دي بوين نيجاتيف حنا كنهضروا عليهم لوتر بوين نيجاتيف اللي كاين سي كو انا هذا الماتش بالنسبه ليا ما كانش خصو يسالي بجوج لواحد لان في الاخر كانوا عندنا الكواري باش الماتش الروتور ما نخموش فيه تكون مرتاح شويه قبل الماتش الروتور جو سي تري بيان ثاني كو غيجينا قبل منه جو سي با شي ماتش ومن مورا شي ماتش لا لو 5 لو 5 لما اخر يبقى نرجع لبا ما اخر يبقى لو 5 ولو 9 تلعب مع مي تجي عندي قبل الماتش وتقول لي مهدي تسني على تعادل ولا على 1-0 ولا على 2-1 بيان سور غنسني عليها تمشي تجيب رباح من تما راه ما ساهلاش وفي لا فيزيونومي ديال الماتش لان راه كوميم كنا خاسرين وكون ما كانش الفار راه بوتيت هذاك التعادل ما كانش غادي يكون وكنا غنسمحنوا اكثر وهذا الشيء علاش مديروا الفار انا بالنسبه لي هذا الفوز كاع يعني فرح كاع الرجاويين انا اللي وليت كنشوف في الفرقه هو انه ديك لا ريمونتادا اللي دارت مع الواك عطات واحد شنو وحده ديال 4 عطات اللاعبين ديال الرجاء
هذيك القضيه ديال ميم واخا الرجاء الانكاس او ديبار كتلقاهم باقين كيكونوا مركزين وكيعتقدوا وكيظنوا على انهم غادي يرجعوا في الماتش وكيبقاو لاعبين يعني ما كيتاثروش شحال هذه واش ماشي هذه الشخصيه ديال ديال الفريق بطل لا ديال بطل مي دي زيفينمون اللي كيكونوا هذه القضيه باش تكون بطل باسكو راه بطل راني راه كنتي بطل نار الوداد مع الريمونتادا راه البطوليه في في, في سميتو دونك واخا تمارك البيت ديال الرجاء واخا تمارك البيت سور بالاريتي واخا لو بوزيسيونمون ديال جبيره واقف بوحدو ما عرفتش كيشوف كان ممكن يكون في دوزيام بوطو التهزيزه ديال الراس ديال شاكير ما كانش هي هذيك بون كلشي هادشي واخا تمارك البيت كونتر ناتور باسكو الرجاء كانت دومينا الماتش او نيفو ميلو تيران يعني كما قلتي قبيله كانوا هذوك لي دو اكسيون الرجاء قدرت ترجع ماشي قدرت ترجع وقدرت تزيد الهدف الثاني وكما قال مهدي الفار والحمد لله اللي ولا الفار لان حققوا اللي تاخذوا سواء في لي بوت ماركي سواء في لي كارطون ميريتي هذاك السيد اللي ضرب الرحيمي راه عاوتاني انا واحد الوقت انا تخلعت فاش رجعت الفار قال لك ما غادي تراجع هو البينالتي قلت لا راه مشي يشوف واش خصو يعطي لو دوزيام كارطون جون سينونيم من كارطون روج سي اون زعما اون بون شوز علاش لان فتي باش تبقى في الجزائر سيمانه انت خاسر المولوديه راه باش تاخذ المورال الدراري واخا تعيط دوي معهم كل نهار راه سي تري ديفيسيل دونك باش تبقى في الجزائر افيك اون فيكتوار سي تري تري امبورطون بور بريباري لو ماتش ديال جي اس كا فاضل بالنسبه ليا جل واحد تمشي بها قبل الماتش روتور هي زعما نتيجه اللي من بعد صراحه واش غنهضروا على المردود ونهضروا على واش الفرقه لعبات مزيان ما لعباتش مزيان بالعكس كنتي خاسر بواحد ورجعتي في النتيجة وخارج الميدان وخارج الميدان و ماشي معنا ماشي معنا بوكي وغتبقى تماك ما راه كاينين راه هضرتي عليهم مهدي وهضرتي عليهم كاينين لي ديفو داكشي ولكن انا باغي بالنسبه لي اش غنطلب منهم اش غنطلب منهم اكثر بانوا لي اللعابه تقاتلوا كانوا شي لعابه اللي في الشوط الاول كانوا ما شفناهمش بحال مالونغو بحال جبيره كانوا شويه ناقصين المستوى ديال بوطيب ولا راه بدا كيرجع شويه انا اللي عجبني النيفو اللي هضرتو على الجوار اللي عجبني هو انتغراسيون زريده زريده حتى هو كان 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 مزيان ولكن انت الدوزيام ميطون الفرقه رجعات ربحات كاع كان شويه ديال سبيكتاكل راك شتي متولي دار واحد جوج حوايج اللي الا كنتي خاسر راه ما غيديرهمش المهم وهنا باش الناس يعرفوا لو بون كوتي كما قال المهدي زريده تا هو كان مزيان تانتيغرا مزيان علاش تانتيغرا مزيان حيت لعب ماتش اللي ضحيتي بالنقاط ديالهم فوالا ضحيتي بالنقاط ديالهم باش تربح لعاب فوالا لو غوفير دو لا ميداي ديال فاش كتلوح دي جون باش يجيبوك ويخشوك دون اون كومبيتيسيون واللي ما يبانش الفرق هذا هو اللي مهم محسن متولي مالو يدير اللي بغى لانه يدير اللي بغى يدير الاج دو شحال 34 عام ما عرفتش هضروا لي عليها انا شفت بزاف من متولي واني انا كتعرف رايي ديال متولي عاود عطانا داك الراي متولي سي ان غران جوور في ليستوار الرجاء انا جو كونسيدير اي جو دي توجور نهار غنبداو نتفكروا لا بيريود الرجاء 2007-2013 ميمكنش ما تجبدش متولي ولكنتي انت لعاب في الرجاء وكنت تفكروا اون بيريود راكم كنهضروا على واحد 6 ولا 7 سنين وكتجبد سميتك راه خليتي اون تراس في الرجاء سيد النيفو اللي كان عنده سيتان نيفو بالنسبه لينا اكسبسيونيل حتى دابا بهاد شويه اللي عنده وقادر انه يبدل لك ماتش قادم على الغرض لحد الان راه قادم على الغرض خاصو يجري لا سيزون ديالو فيزيكمون لان باش ديماري في الدقيقه 81 على الورتاني اللي يلاه دخل اللي يلاه دخل يعني السيد كان بارك في البونتوش ومرتاح وجا باش دوز وبهذيك الطريقه ولا باغي يشدو من التوني ولكن السيد مشى قطع وباش تدخل ودير راسك فهمتي باسكو واش غدير ان سونتر تير واش غدير عطي اون باس اون روتري باسكو راه واخا كاع راه كنت قلا مالونغو راه جاي لهاد الحفيظ جاي وشتي مالونغو راه جا من وهران لا حتى هو جاي باش هذاك السي باسكو لوتر مسكين انا جو كومبرون لو دوزيام ديفونسور لو كان توشا متولي غادي تكون بينالتي هذاك ما يقدرش يعطيك علاش الا ايسيي دو جوي واش انتيليجون ماشي ما يدير لا كان متولي متولي كان انتيليجون دار هذاك انت اللي قلتي انت اللي قلتي من وهران فاضل داك المحلل ديال قناه الهداف داك بن الشيخ على جبيره فاش ديمارا من اللور قال لها هو راه جاي من وجده لا ونساو متولي
ولكن ديما بالعلاقه بمتولي اللي كيلعبوا معاه راه ملي كيكون عندك لعاب بحال هكا راه حتى انت كترتاح وحتى انت كتعطي جهدك وحتى انت كتقاتل. واش حداك واحد عنده 34 عام وباقي كيعطي داك داك لا جينيروزيتي اللي عنده؟ ونعطي واحد الصوره الا سمحتي. مثلا رحيمي اللي كيلعب قريب المتولي، رحيمي في هاد لا بيريود اللي كيهضر عليها مهدي كان راماسور ديال ليكيب بريمير. يعني هاد هاد العلاقه هادي كيفاش مثلا بانوا انت هو دار راماسور مع والحاج بيان سير و كوميم هذه نقولها بزاف مرات هذه هي الرجاء. هادشي راه عشناه دوبي توجور كتلقى دي جون جوور اللي كانوا في ليكول ولا هذه وتصوروا مع ناس كبار شويه ولاو كيلعبوا حداهم شويه ولاو هما لي ستار ديال ليكيب. شتي فهادشي ديال ليدرشيب ستادير متولي انا باش كيعجبني سي كو لو ليدرشيب ديالو ماشي بالكلام وبالهضره وكيبينوا لك كل اختلاف كل ما لا دوا جات معاه وهو ما كيدويش ما عمره ما يجي يقول هذا ما كيلعبش بدا بيناتهم ولكن ما عمر ما شتي زعما كيشكلك شي حد ولا شي ولكن في التيران دونك كيجر معاه. راه مهمه ديك القضيه نتاع واحد يجر واحد اخر. قالها البارح السفري مع ديما راجا قال لهم زريده ومن حداه متولي مقاتل ومن حداه ناس قدام بحال بوطيب والعرجون وهذا راه شي كيجر شي. وانا هذا الشيء اللي عجبني دابا في الراجا دخلنا في هذيك القضيه ديال فرقه 11 مقاتلين و11 مقاتلين حيت كتشوف العشرة الاخرين مقاتلين دونك ما يمكنش حتى انت ما تقاتلش. يمكن لو وصلنا لها هذه اخر نقطه في هذا الماتش ديال المولوديه هي اللي كان سبقني ليها يوسف الشاني ديال الانتغراسيون ديال زريده. كيفاش شفتوا المستوى ديال زريده في ماتش مباراه دوليه بحال هكا وخارج الميدان؟ حيت كيما السلامي بران دي ديسيزيون ومسكين سبع بزاف د الحوايج نهار الفتح ما خصناش نمروا مرور الكرام بانه الى يلوداس خصنا نقولوها دو ميتر زريده في هذا الماتش. دونك حيت هو تيق حيت هو الى كوتيديانمون مع الدراري وعارف بان زريده عنده واحد النيفو انا نيت قلتها وكيعجبني زريده خدا سيتي لا سوربريز دو شيف ودار لكم زريده في الميليو ديفونسيف راه شتي الدري كيفاش كيتقاتل كيفاش كيتاكلي مهم دار داكشي اللي عليه وخرج مزيان. دونك حتى هنا الجمهور جيمغي بيان يقول وي سلامي اوجوردي راك غامرتي ولكن راه لو ريزولتا عطاك الحق لان علاش الفتح حقا ما دخلش وهو دابا الرجاء ربحات. دونك فهمتي مي اون نون بارل با فهمتي ما كنهضروش بان راه دار زريده جا حطو تز وتحط زريده راه يلو دي ماتش كيما قلت يا منير مهمه انه لعب في ان ماتش اللي الكل كيقول لك راه اون ا بيردو دي بوين مي سي نورمال باسكو كون تو مي دي جون لي ما عندهمش اكسبيريونس سي سور كو تو فا بيرد دي بوين. هادي فهمتي اون لو راجا امري بيان لوتيل ا لاغريابل دير لي جون وتربح مي بارفوا راه ما كتصدقش صدقات مع وازم تعادل وراه مع الفتح ما صدقاتش. انا علاش سولت المهدي بالضبط على زريده لانه من الاول ما صدقاتش مع وازم لانه من الاول لا جبتي بدا تعادل من الاول والمهدي كيهضر على داك لو بوست ديال داك لو ميليو ريكوبيراتور اللي قليل في الرجاء اللي خصنا نتادبو فيه. واش زريده اللي خصنا نتادبو فيه واش زريده ماشي داك لو بروفيل اللي يمكن خصو باقي خصو يطيب شويه عادي غيولي بهادشي اللي بيان سور مازال عليه الحال ما خصناش نقتلوه راه وليكزامبل هو الوردي ولكن حاضر الوردي العام اللي فات راه كنا واحد شي ناس ولاو كيقول لك راه صافي الوردي خصو يولي تيتولار في الميليو دراجه هو اللي غيهز الميليو دراجه. الوردي حنا كنشوفوه هذا العام ليكسبيريونس فراجا مونتري ما كاين قلال لي جو اللي طلعوه هزوا الفرقه راه قلال سوا سي دي كا اكسيبسيونيل كتصبر عليه عام عامين كيدير بلاصتو مع الفرقه وديك الساعه كيولي هو اللي يشاد الفرقه فوار ميم بلوس اكثر من هذيك عامين. وكاين اللي كيقدر يخرج من عندك ويمشي وتجيبو بالفلوس من بعد وشوف هذه كاينه في توت لي زيكيب دو مون. لا كاينه في الرجاء بزاف واحد راه كاينه في الريال سي نورمال واش نورمال في المغرب واش كولي كيفورمي كسان الرجاء مشات موراتا ورجع عادي واش كولي كيفورمي كسان الرجاء في المغرب وعادي هادشي كتفورمي بزاف د اللعابه وانت عندك سميتها لا ليست فيها 30 جوار خص يكونوا فيهم ديجا واحد الماكس الماجوريتي ديالهم خصهم يكونوا خدامين دابا دونك كتريكروتي بيان سور لي جو الاخرين غيمشيو فرق اخرين وغيرجعوا. انا غير كنقول هاد لانتيغراسيون ديال لي جون دون سي كونديسيون لا كتكون مزيانه صدير فرقه فيها واحد 10 ولا 9 ديال لي تيتولير كتدخل معهم واحد ولا جوج ديال لي جون لانتيغراسيون كتكون مزيانه وكتكون حسن. سي فري كو عطيناهم بوكو دو ماتش راه مزيان انهم كيلعبوا كتعاونهم دون سو جور دو ماتش ولكن ملي كيولي هادوك لي ماتش كتخسر فيهم وكتضيع فيهم دي بوين ما غتستافدوا هاد القضيه كتولي شويه صعيبه. انا ضد اننا نديروا فرقه كلها غير ديال نجربوا اساسا داكشي اللي درنا مع واتزم والفتح ما يبقاش يتعاود. انا بالنسبه ليا
ستة ولا سبعة ديال لي تيتولير وندير ثلاثة ولا جوج ولا جوج، ولكن نبدل ستة ولا نبدل سبعة راه بينات النتيجة راك شتيها. سورتو كو لي رومبلاسون لي ماشي دي جون لي رومبلاسون نيفو ديال هاد العام ناقص. المباراة المقبلة نهضروا عليها في عجلة امام جي اس كا في تيزي وزو، كيفاش كتشوفوا هاد الفيراج؟ تلعب الماتش ديال الجولة الثالثة، كان الربح في الدار البيضاء جوج لصفر، دابا الماتش مع جي اس كا اللي غيتلعب في ملعب 1 نوفمبر في تيزي وزو. انا اللي كنتمنى هو انه اللاعبين ما يتاثروش بهذا لو رومي ميناج لي نايت في المغرب على قبل الدراجه الجديده. جيسبر كو يبقاو مكونسونطرين على لوبجيكتيف، هو انه تجيب ان تري تري بون ريزولتا من تيزي وزو، على الاقل التعادل بور ديستونسي ديما ديك جي اس كا. انا اللي عندي تخوف هو من داك التيران، لان مالوغوزمون من سانتيتيك والرحيمي il a blessure qui enfin ils essayent de le récupérer. C'est sûr que hna enfin Raja كانت كتمنى تدخل حفيدي، مي حفيدي je ne pense pas غادي يغامروا به في داك الموكيت ديالهم. دونك انا جو enfin Raja حنا ما تمنى كنتمنى نربح، مي ان بوين من تماك مزيانه وفيني غاد لو سيكل ديال الجزائر والناس يدخلوا ويرتاحوا شويه مورالمون و فهمتي ونشوف التبعات ديال الماتش. كاين راحه ما كاين راحه، راحه ما كاينش. لا كونتوي او ميليو دو تا فامي بعدا او موان كتشوف ولادك مرتك باك مك وفهمتي عاود ترتب الافكار، باسكو راه عرفتي شنو راه واحد البروغرام جاي تبقى سبع ايام انت بعيد وفي واحد البلاد راه واخا هكاك هاد لي راسومبلومون يقدروا كيتقلبوا بعض المرات دي اللعب ما مهيئش مونطالمون لهذا فهمتي، وعارف بان راه طاري مشكله الرجعه جديده غتلعب ما تلعبش العصبه قيما نايضه غنمشي واش ما غنمشيوش واش لا هما يصاف تري بيان بان يسون لابا، وراه اليوم في العشيه غادي ترينيو حتى هما مع ديك السبعه راه كيتريني واقيلا فهمتي. دونك هما يدوا فير لا بار دي شوز اي سيباري ونساو هادشي اللي طاري. شنو نقول لكم انا هادو هما الماتشات اللي غنقول لك فيهم سير جيب الريزولتا، حيت انت راه عمرك ما قلتهم جيب الريزولتا سير لا يعني ماشي ضروري خصنا نلعبوا كره ولا خصنا نكونوا مزيانين ولا خاص لو ريزولتا خاص الريزولتا راه خرج الريزولتا راه مشكله. لا يجيب جاي لا دابا اللاعب الرجاء ولا كيجيبوا الريزولتا يتسناو المهدي جاي اش يقول لا حيت ديجا لابولوز ما غتعاونش كيفاش تلعب كره في ديك لابلوس والجروب ما يكونش حاضر كامل والجروب ما حاضرش كامل والريسك لي بليسور سورتو كي يزور ما مقيدش في لا ليست سورتو كي تزريده سورتو كي هو مقيد سورتو كي ليفيكتيف حنا عارفينو ناقص، يعني لا موندر بليسور تقدر تكرفصنا. حنا دابا كنفكروا في رحيمي كي تي تشوشي في هذا الماتش الا الله يحفظها هو تقاص فريمون مشكل لا شوز اللي كنا هضرنا عليها شحال هذه غرجعوا عليها لو بون ريزولتا ديال لايز فيتا كلوب عند الترجي مزيان لينا دابا لايز فيتا كتخليها في لا كورس باش يلعبوا قلتي كنا قلنا شحال هادي دابا لايز فيتا ما خصهاش تخرج من لا كورس دابا باقا في لا كورس جيسبر انهم يديروا ان اوتر بون ريزولتا حتى هما باش الماتش ديال الشبيبات القبيل في لايز فيتا حتى هو يكون عنده ان اونجو وحتى هما يمشيو تما باش يتقاتلوا على الرباح ماشي يمشيو يجيبوا شي رباح فاصل. فاضل انا ما كرهتش هاد الهضره كامله ديال مهدي نربحوا وما بقاوش كاع نديروا هاد الحسابات هو دابا كتقول انا اللي كنتسرط دابا شكون اللي من الحزب ديال مهدي انا اللي كنتسرط ياك ولكن حتى النتيجه ديال التعادل مزيانه الا خسرتي بحال ما درتي والو لا ماشي بحال ما درتي والو ولكن بحال ما مشيتش في الدار البيضاء يعني راك باقي في نفس الصف مع جي اس كا مع جي اس كا شكون كنت خسرتي مع الترجيه هما مازال ما لعبوش مع الترجيه دوميسي ماتش ماشي سهل وما عرفتش كيفاش غادي يكونوا عاشوا هما هاد الثلاث ايام ولا الاربع ايام هاد الرواج اللي كان في المغرب ولكن عندي الثقه زعما في السلامي ان هادشي ما يدي منهم والو يكونوا زعما يكونوا خدامين على هاد المسار. دابا باش نقول لك غيربحوا غيخسروا غيتعادلوا ما نقدرش الا لعبوا بحال لعبوا مع الجزائر راه غتكون نتيجه مزيانه غتكون نتيجه مزيانه زعما الا تقاتلوا بديك الطريقه راه غتكون نتيجه مزيانه ولكن راك عارف الحقيقه ديال كل مباراه راه كتكون. كنتمنى التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي. بهذا كنوصل لنهايه البودكاست ديال هذا الاسبوع. شكرا يوسف شاني. شكرا مهدي الزكراوي. شكرا خويا منير. وشكرا فاضل عبد اللهوي. شكرا منير. وبهذا كنتمنى لكم مستمعينا الكرام انكم تقضيوا اسعد لحظات مع لي بودكاست ديال بيرجيكو على راديو رجاء. الى اللقاء. هل
هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.